الحوار اللي هندخل فيه دلوقتي وفي نقاشنا دلوقتي هيكون متخصص اكتر في ملف الاستثمار وجلسة الاستثمار وما دار بها من مناقشات واوراق عمل كثيرة وعرض كبير لابرز معوقات قطاع الاستثمار وصناعة الاستثمار بشكل كبير. هيكون معي للحوار الاستاذة ريم القاضي، وهي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وايضا امين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن طبعا ملف الاستثمار ملف كبير، ملف ضخم، ملف واسع، بيشمل قطاعات كبيرة جدا جدا، وبالتالي معوقاته أكتر ووسائل التعامل معاه بتكون أكتر صعوبة. من وجهة نظر حضرتك، أكتر الملفات اللي بتندرج تحت بند الاستثمار اللي واجهتم فيها صعوبات في التعامل مع المعوقات الخاصة بيها؟ الحقيقة هو معوقات ملف الاستثمار هي أصبحت معروفة. المؤتمر الاقتصادي لحد النهاردة نفس المعوقات اللي بتواجهنا، والحلول كمان معروفة، يمكن ينقصنا فقط آلية التطبيق. فدي كانت مقترحاتنا في الجلسة النهاردة، ان احنا حطينا آلية لتطبيق يعني او تفعيل بعض حوافز في القانون، حطينا مقترحات ان احنا نقدر نوصل بيها لحلول فعلية. بالطبع يعني فكرة ان وجود وجهات نظر مختلفة بتعكس ايديولوجيات مختلفة، يعني وجهات توجهات مختلفة، ربما ده بيصعب عملية التوافق، كلمة ان احنا نوصل لمساحة مشتركة او قرارات مشتركة. البعض يرى الحل في طريقة والبعض الاخر يرى في حل في طريقة اخرى. كيف تعاملتم مع هذه الفروقات وهذا الاختلاف في وجهات النظر؟ كلنا في الاخر عايزين مصلحة الدولة، وعايزين ان احنا نقضي على معوقات الاستثمار ونشتغل على ملف الاستثمار الأجنبي المباشر ونجذب شركات أكتر في قطاعات مختلفة. فأد أند كلنا عايزين نفس الريزولت، فالحلول كلها مطروحة، اللي ليه قابلية على تنفيذ والحاجة اللي نقدر ننفذها هي بنتجه ليها. ممكن يبقى في حل كويس قوي بس صعب يتنفذ في حاليا، نقدر نأجله شوية. كل المقترحات اللي تقدمنا بيها هي يعني بالتوافق ان هي نقدر نفعلها ونقدر ننفذها، وآلية تنفيذها سهلة، لأن زي ما وضحت لحضرتك انه المعوقات معروفة والحلول معروفة، هي آلية التنفيذ. نعم، هل كان في اختلاف في الأولويات؟ يعني نبدأ بإيه الأول، أو نبدأ بأنهي قطاع الأول، وأنهي حالة مستعجلة أكثر؟ يعني فكرة ترتيب الأولويات في التعامل مع المشكلات اللي بتواجه الاستثمار، هل واجهتم فيها أي اختلاف في أولوية طرأ يعني ملف عن ملف آخر؟ حضرتك تقصدي المتحدثين في الجلسة جميعا؟ لا، كوجهات نظر نبدأ بأنهي ملف كمعالجة عاجلة لملف الاستثمار الخاص بهني قطاع يندرج تحت بند الاستثمار، ولا يعني فكرة ترتيب الأولويات في التعامل مع القضايا؟ لا، هي المعوقات كلها أولوية أولى، نقدر بعد كده إن احنا نبتدي ندي يعني الأولوية الثانية أو السكند تير ممكن تيجي لاحقا. ان احنا نبتدي ندي حوافز لصناعات محدده، نبتدي نشتغل على السبلاي تشين، نبتدي يعني عندنا المناخ امن للاستثمار، وعندي خلاص انا حل كل المعوقات ومهيئه بيئه ومناخ جاذب للاستثمارات الاجنبيه، اقدر بعد كده بقى انتقل للمرحله الجايه ان شاء الله، وهي ان انا ابتدي انا ينقصني انهي صناعه محتاجة أعمل لها جذب استثمارات. فحاليا لا، المعوقات كلها عندي، معوقات في سهولة استيراد مستلزمات الإنتاج، الجمارك، عندي التحول الرقمي، محتاجين إن احنا نشتغل على ملف التحول الرقمي بصورة عاجلة عشان يسهل على المستثمرين فكرة يدخل على الخريطة الاستثمارية، توحيد جهات الولاية، يعني كل الجهات في الدولة تشتغل مع بعض. يعني بدأنا نتطرق لكل ده في الجلسة، وده كله ليه أولوية. تمام. لما جيتوا تعاملتم مع النهاردة بنتحدث عن الاستثمار المحلي والأجنبي، أيهما أصعب والمعوقات بتاعته أكتر وطريقة التعامل بتاعها أصعب؟ قانون استثمار 72 لسنة 2017 ما بيميز أبدا ما بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. المستثمر المحلي والأجنبي هما الاثنين ليهم نفس ضمانات الاستثمار، نفس الحوافز، فالقانون مش بيميز من أي نوع. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتميز لو هأسس شركة مستثمر محلي أو أجنبي هي الموافقات الأمنية والإقامات، ودي طلع بيها توجيهات من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء في الاجتماع
الاخير للمجلس الاعلى للاستثمار، ورئيس الهيئه العامه للاستثمار السيد حسام هيبه النهارده كمان قال ان هي بدات تفعل بالفعل وهتبقى بس عند التاسيس 10 ايام والمستثمر اعلنت يستقل. عنها وزاره الداخليه كمان ان هي ستمنح اقامات مكان. غير كده انا ما عنديش اي اختلافات ما بين مستثمر اجنبي او مستثمر محلي، لكن رضا المستثمر المحلي هو اللي بيجيب لي المستثمر الاجنبي. في الاول في الاخر هو المستثمر الاجنبي بيشتغل مع مستثمر محلي، حتى لما بيجي يستثمر في مصر محتاج ياخد منه مستلزمات انتاج المنتج المحلي. فالملف الاستثمار ملف حساس قوي، لو شركه واحده واجهتها مشكله هتسمع في الماركت، ولو شركه جت واشتغلت بسرعه وبسلاسه كمان هتسمع في الماركت بشكل ايجابي. فاكيد يهمني مستثمر محلي وهو بيروج لمصر معانا للمستثمر الاجنبي. طيب يمكن الدوله في السنين الاخيره عملت يعني خطوات مهمة جدا، واتخذت خطوات مهمة جدا لتسهيل ويعني تيسير عملية الاستثمار في مصر، ومن أهمها يمكن حديث كل البنية التحتية الكبيرة جدا اللي مصر عملتها اللي سهلت عملية الاستثمارات بشكل كبير في كافة جوانبها. يمكن السؤال يبقى يعني، وطبعا هنتكلم عن سن قوانين، هنتكلم عن تذليل عقبات كتيرة جدا وما إلى ذلك، ولكن حتى الآن يعني لم يتم الشعور بجدوى كل هذه التحركات اللي الدولة خدتها. هل المعوقات الخاصة بهذا الملف أو جذب المزيد من الاستثمارات خارجة عن المعطيات الطبيعية لأي استثمار نظرا للظروف الخارجية اللي بيمر بها العالم، ولا هناك معوقات داخلية أيضا بتعيق عملية الاستثمار؟ أنا هأكد على كلام حضرتك، هي دولة حطت استثمارات في ملف البنية التحتية وبقى أكثر من رائع. مش بس كده، كمان أنا عندي المواني، إحنا عندنا 15 ميناء تجاري بتخدم على اتفاقيات تجارية عديدة. احنا اكتر دولة في المنطقة عاملة اتفاقيات تجارية مع موقع استراتيجي يخدم لي على كل ده. فالدولة لا، هي يعني الحقيقة ان هي عاملة اللي عليها في الملف ده، وفي اشادة مش بس بتقارير دولية او حاجة، كمان لما وفود بتيجي مستثمرين اجانب هم لا بيشيدوا بالانفراستراكتشر عندنا معمولة ازاي. والمواني كمان حاليا بقيتي عشان تروحي مينا سخنة او مينا بورسعيد الوقت بقى سلس جدا، والطرق مجهزة، المرافق كلها بقت كويسة، عندنا مناطق استثمارية مرفقة الدولة برضو يعني طرحاها. فلا الدولة حاطة مجهود كبير قوي، محتاجين بقى ان احنا نشوف الاوتبوت بتاعه، وده مش محتاج انه يتحقق بقوانين جديدة. احنا مش محتاجين قانون جديد، ان القانون الحالي بيدي حوافز وضمانات كتير، لكن بعض المعوقات اللي احنا تطرقنا ليها هي مثلا كثرة لا مش الضرائب، القرارات اللي بتطلع مفاجأة. مستثمر بيجي في الاول في الاخر هو عايز استقرار، وعايز جاي على القانون بحوافز بضمانات يعرف يشتغل فيهم. فكثرة القرارات المفاجأة اللي بتطلع دي بتأثر يعني سلبا على مناخ الاستثمار في مصر. طيب ده ياخدنا برضو لنقطة مهمة جدا، ان فكرة ان انا كدولة قادرة اروج لاستثماري بشكل صحيح. هل فعلا عندي خريطة استثمارية اقدر اخرج بيها للخارج واقول لهم انا عندي محتاجة استثمارات في كذا وكذا، يعني انواع الاستثمار اللي محتاجاه الدولة، هل ده حاصل بشكل حقيقي على ارض الواقع ومجدي ويعني جايب الناتج المنتظر ان هو يعود على الدولة منه؟ الخريطة موجودة، الفرص عليها موجودة، وخريطة حقيقية ومقسمة قطاعيا وبأنظمة الاستثمار المختلفة، يعني مناطق حرة، مناطق استثمارية، يعني الخريطة فعلا موجودة. يمكن ينقصها شوية ان الفرص تكون دقيقة، والفرص تكون دقيقة دي برضو مش مشكلة القائمين على الخريطة على قد ما هي الجهات كلها بتودي لهم الفرص. مستثمر عايز يشوف ايه؟ عايز يشوف فرصة مرفقة ولا لا، سعرها كام، معاها رخصة ولا لا، يعني
الفرص موجوده، بس اوقات بتكون التفاصيل الفرصه ناقصه شويه، وده برضو تطرقنا ليه ان هو في الاول وفي الاخر عايزين فرصه حقيقيه كامله. واقترحنا كمان، كانت من ضمن مقترحات التنسيقيه، ان احنا نفعل الاونلاين بوكينج على الخريطه طبقا لاستراتيجيه الدوله التحول الرقمي، ان المستثمر يبقى مقيم خارج مصر في دوله ما، يقدر ان هو يدخل على الخريطه يلاقي فرصه حقيقيه، يقدر ان هو يعمل بلوكينج للارض دي او المصنع او المنشاه دي اونلاين، ويدفع نسبه يتم الاتفاق عليها، ويبقى برضو في وقت متاح يتم الاتفاق عليه لحد ما ينزل يجيب ليجل فيرم، يبقى ليه ممثل قانوني يبتدي يعمل اجراءات الشركه بتاعته. فدي كمان كانت مقترحاتنا النهارده في الجلسه. ايه تاني من ابرز المقترحات اللي خرجتوا بيها من كل العقول اللي موجوده في الجلسه؟ احنا طلبنا تفعيل الماده 11 من قانون استثمار رقم 72 لسنه 2017، والماده دي بتنص على اعفاءات مقسمه جغرافيا. يعني انا عندي مناطق اقل حظا في النمو، المناطق دي طبقا للقانون هي بيبقى ليها ضمانات وحوافز استثمارية زيادة شوية عن بقية المناطق، والقانون قسمها بمنطقة ألف ومنطقة ب. منطقة ألف بتشمل المناطق الأقل حظا في النمو، ومنطقة ب بقية أماكن الجمهورية. فإحنا طلبنا برضو من توصياتنا تفعيل المادة دي. طبعا يعني واضح من طرح حضرتك للافكار والتوصيات اللي تم طرحها خلال الجلسه ان احنا نشوف افكار جديده، افكار يعني يمكن تطبيقها على ارض الواقع وتكون فاعله كمان وتيسر فعلا على قطاع الاستثمار بشكل كبير. وان شاء الله بنامل ان كل المجهودات اللي بتتم من خلال كل الجلسات تنعكس بالطبع بشكل ايجابي على قطاع مهم جدا زي قطاع الاستثمار، او ملف مهم جدا زي ملف الاستثمار. في النهايه طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا أمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. Thank you.